نكمل إن شاء الله سلسلة البيدياتريك كانسر اللي بدينا فيها المحاضرة اللي فاتت وخذينا فيها النيوروبلاستوما. اليوم إن شاء الله حنحكوا على حاجة أخرى اسمها النيفروبلاستوما. ومن الاسم متاعها بعد تسمع أنت كلمة النيفروبلاستوما معناها هذا أكيد بيكون تيومر يضرب رينال سيلز أو رينال تيشوز. تمام؟ ده النيفروبلاستوما قال لك ممكن يضرب أي إيج، البيدياتريك ايجز اللي عندي ممكن في اي فئة عمرية ممكن البيبي يخش في نيفروبلاستوما. ونحن عرفنا ان تقسيمة الايجز بالنسبة للاطفال عرفناها، عرفنا كيف نفرقوا ما بين النيونيت والانفانت والتودلرز والتشايلد. فهو قال لك النيفروبلاستوما ممكن يضرب اي ايج، لكن موست كومن حيضرب الأطفال اللي أعمارهم ما بين السنتين الخمس سنوات. ومن هنا نستنتج أنا أن النيفروبلاستوما هتستهدف الفئة العمرية اللي هم toddlers and child، لأن الإنفانت قلنا اتفقنا أن أعمارهم ما بين الشهر ل 12 شهر. فالنيفروبلاستوما not common in infant و not common in neonate، very common في الفئة العمرية في نهاية التودلرز و تشيلدرن. تمام؟ ده لو نجي نقول لك شن تتوقع يا دكتور ان الكوز اوف نيفروبلاستوما، بتقولي نحن خذينا قاعدة عامة بالنسبة للكانسر بشكل عام ان الثيري متاحن بتكون جيناتيك، واتفقنا اخرى ان عملية الجروث هي عبارة عن اكوليبريم ما بين الجروث فاكتورز والجروث انهيبيتورز. بعد يكون انا عندي في بين الإكوليبريم معناها عملية الجروث حتكون بشكل طبيعي، لكن لو في اعتلال فيهن تزيد الجروث فاكتورز وينقصن الجروث انهيبيتورز معناها انا حنخش في ابنورمال جروث وحنخش في كانسر، واتفقنا عليها القصة. فالنيفروبلاستوما كيف اي كانسر، حتى هي الميكانيزم انت الحدوث متاعها حيكون مشكلة في إكوليبريم او مشكلة في ديس إكوليبريم ما بين الجروث فاكتورز والجروث انهيبيتورز. كيف تو نعرفه تو؟ شوف معايا الميكانيزم هذا. هذا الكروموزوم الاول عندي، كروموزوم رقم 11، وهذا الاذر كروموزوم. في الكروموزوم رقم 11 فيه جين اسمه 11B13 جين، وفي الأذر كروموزوم عندي جين آخر اسمه WT1 جين. شن قصة الجين هذا وشن قصة الجين هذا؟ مش قلنا نحن توا عملية الجروث في كل cells of the body هي equilibrium ما بين الجروث فاكتور وجروث inhibitors، وقلنا الجروث فاكتورز عندهم جينات خاصات بها والجروث انهيبيتورز حتى هنا في جينات خاصات بها. فال11 بي 13 جين هذا هو الجين المسؤول عن الجروث. والدبليو تي 1 جين هذا الجين اللي مسؤول عن الانهيبيشن، هذا يعتبر تيومر سبريسور جين. فالجين هذا طلع لي growth inhibitors proteins، والجين هذا حيطلع لي growth factor proteins. مفروض من الطبيعي انه يكون فيه equilibrium فيما بينهن. فلو انا صار لي mutation في الجين المسؤول عن الجروث، انا صار لي mutation معناها نسبة الجروث بتكون هاي، حنخش في abnormal growth فحتأدي الى tumor. ولو انا صار لي ميوتيشن في الجين اللي مسؤول على سبريشن او مسؤول على انهيبيشن، معناها انا ما عادش في انهيبيشن لعمليه الجروث، فالجروث شنو بيصير له؟ بيجد هاي، فحتخشش البيشنت في تيومر. ونستنتج انا من هنا ان الميكانيزم اوف نيفروبلاستوما هي اما جينيتك ديفكت في الجروث جينز اللي نحتاج بي 13 جين، او جينيتك ديفكت
في ال WT1 جين اللي هو يعتبر تيومر سبريسر جين، وفي بعض الكتب أخرى تقول لك WT1 وأيضا WT2 جين. حتى هو يقول لك في بعض الأشخاص بعد يصير لهم ميوتيشن في ال WT2 جين حتى هم يخشوا في نيفروبلاستوما، ويعتبرين أن WT2 جين هذا حتى هو تيومر سبريسر جين، لكن فيري كومن اللي هو T1. تمام، اتفقنا عليها القصة هذه، اتفقنا عليها. آخر نقطة نقول لكم أن الجروث جين هذا والجروث انهيبيتور هذا ما هوش مسؤول على الجروث في الكدني فقط، هذين الاثنين يديران جروث ريجوليشن، يديران جروث ريجوليشن of genitourinary system، genitourinary system. فلو صار لي فيه مشاكل او mutations مش هنخش في نيفروبلاستوما فقط، ممكن نخش في كانسر في اليورينري بلادر، في اليوريتر، في الكدني، في الجينيتال سيستم بشكل عام سواء كان ميل او فيميل. تمام، اتفقنا عليها النقطه هذه. هذا ليش، هذا ليش قلت لكم المعلومه هذه؟ لان قال لك النيفروبلاستوما في العاده ما تجيش بروحها. كيف ما تجيش بروحها؟ قال لك اغلب ان النيفروبلاستوما تكون associated with other congenital syndromes، associated with other congenital syndrome. كيف الفكرة هذه؟ شوفوا معي حنفهموها بالإكزامبلز. أول إكزامبل ناخدوه، عندي ديزيز أو سيندروم اسمه دينيس دراش سيندروم، دينيس دراش سيندروم. شن قصة السيندروم هذا؟ شوفوا معي، أنا عندي هذا الكروموزوم بتاعي، تمام؟ والكروموزوم هذا فيه جين هنا اسمه WT1 جين، وانت عارف WT1 جين هذا حكينا عليه، قلنا WT1 جين يعتبر تيومر سبريسر جين. شنو بالضبط يدير سبريشن او انهيبيشن؟ شنو انهيبيشن للجينيتورينري سيستم از اجنرال. لو انا جيت قلت لك يا دكتور انا صار لي ميوتيشن في الجين هذا، بتقول لي ما انا بنخش انا في ديفكتس او بنخش في تيومرز يضربن تو سيستم، هنخش في يورينري سيستم ديفكت و جينيتال ديفكت، صح ولا لا؟ فالاشخاص هذوما اللي يجيك ب ميوتيشن الون فقط في WT1 جين، لان هنا مش قلت لكم انا ان الجروث كيف ما حكينا ان في اكوليبريم، يا اما تكون مشكله هنا يا اما تكون مشكله هنا يا اما تكون مشكله فيه هنا اثنين. لو انا عندي مثلا WT1 جين هذا نورمال ما فيش اي ميوتيشن، لكن عندي الميوتيشن هنا معناه نسبه الجروث زادت، هيخش في التيومر. لو العكس، لو انا عندي الجروث جين كويس طبيعي ما فيش اي ميوتيشن، لكن WT1 جين فيه ميوتيشن ما عادش فيه انهيبيشن، الجروث شنو بيصير له؟ بيزيد، هيخش في التيومر. فمرات تصير في واحده منهم ومرات تصير فيهن اثنين. تمام، في الحالة هذه أنا صار لي ميوتيشن في WT1 جين بس، فحيخششني في يورينري سيستم ديفكت وجينيتال ديفكت. فالأشخاص هذوما كيف يجوك؟ تلقاه البيبي بعد يولد يجيك ببروتينوريا، لو درت لايون الاناليسز يجيك ببروتينوريا، تلقى فيه نسبة كبيرة في البروتين أوف بروتين في اليورين، فيجوك بحاجة اسمها النيفروتيك سيندروم، نيفروتيك سيندروم. يجوك ايضا بجونيدال او جونادال ديسجينيسيس،
مشكلة في عملية الفورميشن اوف جونيدز، فيجوك بحاجة اسمها ميل سودو هيرمافروديتيزم. شنو الميل سودو هيرمافروديتيزم هذه؟ الحالة هذه البيبي يجيك بي انكمبليت ديفرنشيشن في الاكسترنال جينيتاليا اوف ذا ميل، فاول ما يولد بدي له كروموزومال اناليسيس او كروموزومال كاريوتايبنج تلقاه ميل، لكن اكسترنال فيتشرز مش ميل، نتيجة ان في جونيدال ديس جينيسيس، في مشكله في تكوين الجونيدز بتاع تيستس اند بينس. في الحاله هذه يسموا فيها الميل سودو هيرمر فورتيديزم. تمام، شنو يجيك اخرى؟ يجيك بي نيفروبلاستوما. لان احنا عرفنا ان اي ديفكت في دبليو تي 1 جين حتخشش البيبي في نيفروبلاستوما، فالثلاثه هذين يسموا فين دينيس دراش سيندروم. تمام، ناخذ اكزامبل اخر، في ديزيز او سيندروم اخر اسمه دبليو اي جي ار سيندروم. شن قصته سيندروم هذا؟ حتى هو نفس الفكرة، هذا الكروموزوم متاعي انا، بعد جي نقول لك مثلا انا عندي جين هنا اسمه دبليو تي 1 جين، بتقول لي يا دكتور انا عارف الجين هذا، هذا عبارة عن تيومر سابريسر جين مسؤول على عملية الجروث ريجوليشن او جروث انهيبيشن للجنايتورينري سيستم، فلو انا صار لي فيه اي مشاكل او اي ميوتيشن حنخش فيه كانسر في الكدني، حنخش فيه نيفروبلاستوما، حنخش في جنايتو او جينيتو يورينري مالفورميشن بشكل عام. تمام، في حالة السيندروم هذا قال لك الاشخاص يخشوا في ميوتيشن في الجين هذا ويخشوا في ميوتيشن مع بعض، يصير في جين اخر اسمه بي اي اكس جي جين. الجين هذا مسؤول على عملية الجروث في different cells. تمام، في الاي، في البرين، في اللنج، في different cells. لكن قال لك الاشخاص بعد يخشوا في ميوتيشن في الجين هذا يجوك ب مشاكل في تصنيع some organs في الاي، فيجوك ب without iris، عارفين قزحية العين ما تصنعش، يجيك بيبي بدون قزحية عين without أو absence of iris. الحالة هذه عند اسم علمي يسموا فيها الأنيريديا. أنيريديا، وأيضا بتأثر على التكوين أو اكتمال التكوين العقلي لبعض الأطفال، وتدير لي intellectual disability في مشكلة الـ IQ كالبيبي واكتمال أو نضوج العقل. فعادة الأطفال اللي يخشوا في ميوتيشن في الجين هذا تلقاهم mentally retard، mental retardation صير لهم. فعندهم كيف التخلف العقلي. الأربع أشياء هذينا صار لي امتى؟ بعد صار لي ميوتيشن في بوث جينز WT1 جين وجين اخر اسمه PAXG جينز. فالاربعه هذين نسموا فيهم واجر سيندروم او WAGR سيندروم.
انت بتقولي ليش سميناه نحن بالاسم هذا؟ شوف معي، هذه W وهذه A G R. الدبليو الدبليو indicate to النيفروبلاستوما، لكن النيفروبلاستوما او الميكانيزم اللي يحكوا فيه توه اكتشف عالم الماني اسمه ماكس ويلمس. ماكس ويلمس اكتشف الفكرة هذه كلها في تقريبا سنة 1899، تمام؟ فهم تكريما للعالم هذا اللي اسمه ويلمس او اسمه ماكس ويلمس، فسموا النيفروبلاستوما بالاسم بتاعه، فسموها ويلمس تيومر. تمام. الاي الاي indicate to اناريديا، اناريديا. الجي indicate to genital urinary malformation، مالفورميشن. والار indicate to mental retardation، retardation. فاخذين من retardation حرف الار، فسموه ديزيز هذا واجر سيندروم او WAGR سيندروم. هذا second example. الاكزامبل الثالث اللي ناخذوه، فيه سيندروم اخر اسمه بيك ويذ ويدمان سيندروم. بيك ويذ كل هذه يسموا فيها اللي على الاسامي العلماء او الدكاتره اللي لما اكتشفوا القصه هذه كلها. بيك ويذ ويدمان سيندروم، شو المشكله في السيندروم هذا؟ هذا الكروموزوم متاعي، مش قلت لكم انا ان التيومر سابريسور جين يا اما بيكون WT1، وقلنا في بعض الكتب اخرى انه يقول لك حتى WT2 جين حتى هو مسؤول على السابريشن او يخش في الجروث ريجوليشن بالنسبه للجين تيورينري سيستم. ففي السيندروم هذا اللي هو البيك ويذ ويدمان سيندروم، العالم هذا اكتشف ان بعد يصير الميوتيشن في W T2 جين، الطفل حيجيك بمشاكل في الجينيتال سيستم اند اليورينري سيستم، ويجيك بنيفروبلاستوما. وفي نفس الوقت الجين هذا قال لك، لقوا ان الجين هذا يدخل في تكوين اغلب السلز حتى لو بنسبه بسيطه، لكن الجين هذا يدخل في تكوين او يدخل في عمليه الجروث ريجوليشن تاع كل السلز اوف ذا بودي او الاغلبيه. فحتلقاه تلقاهم اشخاص اللي يخشوا في ميوتيشن في الجين هذا يجوك بحاجه اسمها اورجانوميغالي. اورجانوميغالي تضخم في كل شيء. تلقى بعد يجيب لك بيبي وعنده هو رير سيندروم هذا، وصير له بيك ويدمان سيندروم، تلقى لسانه طالع من فمه نتيجة انه في تضخم في لسان، وتضخم في الترنك او تضخم في لسان نسمو فيها ماكروغلوسيا، تمام. لو درت له انت مثلا سي تي سكان الابدومن او درت له التراساوند، حتلقى ان الادرينال جلاند اللارج كبيرة حتى هي، فتلقى عنده أدرينال سايتوميغالي. كلمة ميغالي كما نحن عارفين إنه حاجة ضخمة. في حاجة أخرى قال لك، البيبي اللي يجيك بي بيك ويدمان سيندروم عادة في الأبدومينال وول تلقاه ويك شوية، تمام، نتيجة إنه فيه تضخم كيف ما قلت لكم للسلز كلن حتى الانتستين بالحجم بتاعها نبي اكبر. فلان الادومينال وول ويك وخاصه جيت الامبلايكس، لانه هو بيبي ملش فتره مولود، فالاريا ذيك حتكون ويك.
شنو يصير لها الانتستال؟ تبي يصير لها بالجينج، تبي تطلع، تطلع من سرة العيل كيف ما نقوله، ودي لك كورة كبيرة برا. طبعا إن شاء الله كان لقيت صورة هنزل لكم كورة كبيرة. شنو يسموا فيه الحالة هذه؟ يسموا فيها أم فالوسيل. تمام. يجيب حاجة غريبة بكل اسمها الهيمي هايبرتروفي. هيمي هايبرتروفي، شن معنى كلمة هيمي هايبرتروفي؟ وهذه حاجة غريبة جدا ورير، من نادر انك تشوفها بشكل كبير يعني. قال لك الميوتيشن هذا عادة ما يصير يونيلاترال، يعني في جين واحد مش في بوث. فحتلقى البيبي هذا، البيبي مثلا سبحانك ربي تلقاه مكسوم نصينك، جزء نورمال وجزء اللارجد. فحتلقى جهته مثلا اليمين واليسار حجمه يده وكراعه وبطنه من جهة اليمين مثلا اكبر من حجم الجهة الاخرى. هذه يسموه فيها هيمي هايبرتروفي. يخش في اي اورجانوميجالي اخرى، هيباتو ميجالي، سبلينو ميجالي. تمام. فالسيندروم هذه يسموه فيها بيك with ويدمانز سيندروم. تمام. به يجي حد منكم يقول لي يا دكتور انه لو جاني مثلا بيبي وعنده نيفروبلاستوما انا كيف نشوفه، او شنو الاعراض يجيك بين، شنو هن السيمبتومز اند ساينز او الكلينيكال بيكتشرز اوف نيفروبلاستوما او الويلمس تيومر. نفس الفكره، انا ما نحبش حاجه اسمها حفظ بكري. بالفهم نيونرسمو رسمتنا السريعة هذه، وهذه الرايت كيدني والليفت كيدني فيسلز. تمام. لو جينا رسمنا مثلا ها بنبغى نطلعوا الساين والسيمتومز مع بعضنا وبالفهم. بعد انا نقول لك نيفروبلاستوما، بتقول لي عندي ماس كبيره في الكدنين. تمام. به الماس هذه اللارج تبي تدير لي كومبريشن على سراوندينج ستراكشر وعلى النيرفس، فحيجيك الطفل بي ابدومينال بين. وفي نفس الوقت لو جاك مثلا انت ودرت له اكزامينيشن تلمس الكدني نتاع او بحث في جهه الابدومين تلقى فيه ماس كبيره، فحيجيك بابدومينال ماس. هذه اول حاجه يجيك بها. شنو اخرى؟ الكانسر سيلز. كانسر سيلز طبعا هو مالجنت، يبدا يدير شويه انفيجن انسايد، توصل مرات للبلد فيسلز، تبدأ تربق لك في البلد فيسلز، يبدأ يطلع في البلد يبدأ يطلع في اليورين بلد، يعني الكدني بتصنع لك اليورين، فحتصنع اليورين يبدأ يصير فيه شنو، تطلع معاه بلد أخرى، فحيجيك مرات البيبي بي هيماتيوريا. وديما أنت بعد يجيك شخص شكيت فيه نيفروبلاستوما اطلب له يورين أناليسز، لأن الهيماتيوريا فيه حاجة اسمها مايكروسكوبك هيماتيوريا. انت جيت بحث في عينه اليورين تلقاه اللون تاعها نورمال، مش رد، مش معناها كلمه هيماتيوريا معناها رد يورين، لا مش شرط، مش شرط انك انا جبت لك عينه يورين وبحثت في الكالر نتاعها لقيتها هي لونية قلت لي لا هذه نورمال ما فيهاش هيماتيوريا، لا، في هي نوع من انواع الهيماتيوريا اسمها مايكروسكوبك هيماتيوريا، ما تنشافش الا بالمايكروسكوب، تلقى فيه هيموجلوبين في اليورين. تمام. فديما انت في الاشخاص اللي بيتخصصوا بيدياتريك وجدت مثلا لا قدر الله حاله كيف هذه وشكيت فيها النيفروبلاستوما اطلب له يورين اناليسس. به كانسر ومالجننت وانفيجن، مش ممكن يضرب لي الكدني كلها ونخسر انا الكدني، صح ولا لا؟ بين لو انا خسرت الكدني شنو وظيفه الكدني؟ اكسكريشن، بيطلع الفلويدز،
وانا خسرت وظيفه الكدني، من الفلويدز ماشي بين يطلع، ماشي بيصير للبي بي بيزيد، فيجوك بي هايبرتنشن. وممكن يجوك بالنون سبيسيفيك سيمتومز تسمينا نحن كيف الفيفر مثلا، ويت لوس، انوركسيا، وهذه قلنا نتيجة ان مثلا ان ان التيومر سيلز بتفرز سيتوكينز، السيتوكينز هذينا حديرا تفاعلات وتخش البيشنت في النون سبيسيفيك سيمتومز، وسميناها نون سبيسيفيك لان مش في اي مش في نوع خاص من الكانسر، يصير في اغلب الكانسر. تمام. ده لو انا بيبي عنده ماس او سيطلع نفرو بلاستوما، وجيت انا قصيتها لكي وجيت لك شوفها باي جروس بالعين، شنتي بتشوف انت باي جروس؟ هتلاحظ انها لارج والسيركم سكرايب تلقاها كبيره ودائريه، هذه هي الماس. تمام. لو جيت انت الماس هذه، الماس اللي احنا فكناها وجينا قصينا كيف ما نقصه في البرتقالات وبحثت فيها، تلقاها من جوا فليشي وايت، يعني شبيهه بالماده، تكون لون تاعها جراي تو وايت، تكون فليشي لايك جراي تو وايت اللون تاعها. تمام. به لو خذينا نفس العينه وشلناها للمعمل باي مايكروسكوب، طبعا انا عندي كانسر في جروث للسيلز، معناها حتلقى فيه اوفر جروث او في ديفلوبمنتال انكريز في كل سيلز، تلقى فيه هاي في الابيثيليال سيلز، وتلقى فيه زياده ايضا في سترومال سيلز. تمام. لان هنا قاعد في كانسر، قاعد في ابنورمال جروث. وكيف ما عرفنا احنا ان في حاجه خدينا ان الجريدز اللي هنا الديفرنشيشن، هنلقى فيه في تشابه هي مقدار ريسامبلينج اوف سيلز، فهنلقى فيه بورلي ديفرنشيت ان ديفرنشيتد سيلز. فالان ديفرنشيتد سيلز في النيفروبلاستوما اللي نحكوا عليه بالجنت اكيد حنشوفوا ان ديفرنشيتد سيلز. الان ديفرنشيتد سيلز اسم بلاستيمال سيلز، بلاستيمال سيلز. شنو هن البلاستيمال سيلز؟ هن عبارة عن ان ديفرنشيتد سيلز. تمام. طبعا الجروس والمايكروسكوبك هذين ممكن يفيدن كان في امتحان المعمل اكثر من امتحان اللي توا او امتحان البيبر. في المعمل حيكون امتحان كان سلايدز، السلايد بيقول لك شنو الذي قدامك وصفها لي باي جروس اند مايكروسكوبك، فنحن شرحنا عليه مش ما نسيبوش اي حاجه في الشيت. تمام. هذا فيما يخص موضوع النفرو بلاستوما.